هذا الشوط المستحدث، شوط مميز. الثلاث مراكز الأولى ما بين شبكة رقم 7 وشبكة رقم 3 وشبكة رقم 6، وين ناموس هذا الشوط؟ هل بيتوجه للكويت ولا بيبقى في الإمارات؟ والله انصار يستاهلون وبقاني يستاهلون. ناموس واحد، الناموس واحد للجميع، لكن المركز الأول واحد، وين بيروح؟ وين هذا الناموس متوجه؟ ناموس شوط جمل 10 شراية لفئة المجاهيم لأول مرة في دورة 9 مهرجان الظفرة. ناموس مميز، وألف ألف مبروك الهاجري كويت. شبكة رقم 3، شبكة رقم 3، 96 درجة. ناموس جابر عايض جابر الهاجري. الفوز طبعا لنا، من عاد بقعة صبية. الفوز طبعا لنا، الحرش تمن بنا، ترعى شتامان بنا. هيباتنا درعنا، وفعولنا عالمية. هيباتنا درعنا، يروي شب الحضرة ميا خيالنا من ذنا. ما يطرد